واش الخوت صباح الخير صباح النور صباح الرباح. اول حاجه شندير الصباح هي كندخل ناخذ الطاقه الايجابيه من عند الطويراج، وهذه ماش وليت كنسبق البيت ديال المسرح على البيت ديال الفراخ ديال المسابقه، يعني وليت كنحس بواحد الطاقه زايده فوق الطاقه. اقسم بالله هادشي غيحسوا به غير الناس اللي مربين الطيور. الا ملي كطلع على الطيور ديالك خصوصا ملي كيكونوا هما كيرحبوا بك، كتجي كتشوف كانوا فحال هكا. الا كتفرح سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم كتحس بواحد الفرحه ما فحالها فرحه. وهادشي هذا يقدر اي واحد يديرو، يعني ماشي شي حاجه. الفوائد ديال تربيه الطيور الاخوان النفسيه هي اللي غنقول لكم دابا، ان بزاف ديال الناس مابقاوش كيمشيو للزنقه، ان بزاف ديال الناس مابقاوش كيعمروا في القهوه بزاف ولاو كينقصوا من القهوه، خصوصا القهوه ماشي شي حاجه زوينه. ان بزاف ديال الناس نقصوا من الصحاب بزاف، بقاو عندهم غير الصحاب الزوينين، يعني داروا الفلتر. بزاف ديال الاطفال بعدوا من بزاف ديال الاطفال بعدوا من الشارع، بزاف ديال الاطفال ولاو مقابلين غير الطيور والحفاضه. يقول لي شي واحد لا ودابا انا ربيت لولدي الطويراش غادي يبقى مقابلهم ويتلاها، اللهم يتلاها لك مع الطيور ولا يخرج لك الزنقه يتعلم البله، شنو اللي مزيانه؟ اعطيني 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 جواب صريح. اكيد مليون في المية هي غيتعلم شي حاجه زوينه. اوكي اللهم تربي لي الطيور، قول لي انا نجيب الطويرات حطهم حداك واحفظ. يلا الطويرات راهم شي حاجه زوينه في الدار، وملي كتهلا فيهم باش تعطيهم الماكله راه اجر. وبزاف الناس يقول لك لا حامد دابا راه الطيور تحبسهم، حنا عندك مثال سيد، حنا نطلعوا معاك سيدي القريعه ونشريو طويرات ونطلقوهم في الطبيعه ما غيعيشوش، حيت هما اصلا ماشي طيور ديال الطبيعه. اوكي هما ماشي طيور ديال الطبيعه باش انت باغي تلاقاهم في الطبيعه، الا خطا شنو؟ هما ماشي طيور ديال الطبيعه باش انت باغي تلاقاهم في الطبيعه. اوكي فاهمين على هذه النقطه؟ هذه يعني ماشي حرام، بلا ما تجي تقول لي راه حرام. ايوا هذا هو البلان. حاجه اخرى، الوليدات كيحسوا بالمسؤوليه ولا عندهم واحد الفريخاش كيفرحوا كيحسوا بواحد النشاط بواحد الحيويه. هادشي غيعرفوه الناس اللي مربين ديجا الطيور كيفاش وليداتهم كيتعاملوا مع الطيور. هتقول لي با هذا راه فريخ ديالك وراه ديالك ان شاء الله، ولكن قول لي راه ديالك بابا، قول لي راه ديالك هادشي كامل ديالك، ولكن انا مقابل لك فهمتي. هو كيفراح فهمتيني. اذا هذه هي الطريقه. كيف ما قلنا واحد الولد كان تواصل معايا قال لي راه اخويا انا كنت ديجا كنت دايز مسترك في الفيسبوك تلاقيت مع واحد الفيديو ديالك وكتهضر على الطيور وهادشي، وقررت انني نمشي نشطري. وهاد الدري كان مبلي بالحشيش، يعني دري زوين ولكن مبلي الله يجيب العفو، يعني ماشي انه مبلي راه خايب، مبلي كيضر غير راسه. وربى طويراش بسبب طويراش حيد هذيك المخدرات، وبعد من هادشي ولا بدا دخل في الطفرات، كان الاول بدا غير بطيور عاديين وبدا صافي كان عنده لافونتاج اللي عنده كان عنده شي سطياح، بدا كيدير قفز بقاف شويه دار مسيراح وشويه بدا كينتج شويه بدا كيربح منهم. وقال لي وليت مقابل غير 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 لاصال وفريخات والدار صافي. هذا هو البلان. يعني انا كنصح اي واحد يربي الطويرات اللي كيعجبو، انا ما نقولش لك ربي الكالوبساج او لا ربي هذا، شوف انت شنو كيعجبك. انا مثلا ما نربيش شي طير، يعني ماشي ما نربيش شي نقدر نربي طير اخر، ولكن الاساس عندي هو الكالوبساج فهمتيني. يعني انا الولاعه ديالي بدات في 2005، في 2005 بديت مربي الطويراش. كنت كنشري ديك الساعه بيروش 160 ريال ب 10 دراهم، باقي بنادم ما كيعرفش شنو هي الولاعه. دريسيت الكنار باقي ما كيعرفش بنادم شنو هو الدريساج في المغرب، باقي ما كاينين غير صحاب الباز وداكشي. وديك الساعه كانوا بداو فيه الجزائريين هما الاولين دريساج، كانوا كيدريسيو الحسون. وجربت انني ندريسي الكنار وبديت ودريسيت الحسون، وهادشي ماشي هضره، هادشي فيديوهات عندي في القناه. الا رجعتي للارشيف ديال القناه غتلقى عندي كان عندي واحد الكنار سميتو ديابلو، وهذاك ديابلو دريسيتو غير بالماكله بلا سورانك بلا والو. ديك الساعه ما كنعرفش نوكل، كنت باقي ما تعلمتش، وكان تشوكا القريب اللي كيعرفو كانوا كيعرفو غير صحاب الحسون وداكشي، حيت تشوكا يلاه بدا كيتعاطى ليه بنادم. اوكي وحتى الفراخ ما كانوش الناس كيربيو بزاف الفراخ،
راه كان الفرخ ما يساوي والو. عاد باش بداو الناس كيربوا في الفراخ وديروا الانتاج، يعني بداو كيتشكاتروا الاعداد ديال الناس ديال البشر باش كيربوا الفراخ خشب. ما يعيش انتظار هذا هو والله ناشا شي دابا شحال زوينه الولاعه ناشا ناشا هذه باش زوينه الولاعه. هذا هو الجميل في الولاعه، هو هذا انك تكون عندك واحد العلاقه مع الطويرات كتفرح بها، الطويرات ما كيخافوش منك، انت لا تشكي له خطر. هذا راه كان صوفاج ديال بصح هادشي راه باقي العطاش عنده قاصحين، العطاش عنده قاصحين قاصحين. ودائما اسد الغابه كيف العاده، اسد الغابه هذا هو اسد الغابه. ضروري مالك مالك زيد 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 ولا بغيتي تعلمو تنحشي دور الصوفاج، راه ماشي مدرسين بالسوري، مدرسين غير بالماكلة. هانشوف زيد زيد كيبقى يجي 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 جعرو شوية جعرو 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 باش عطيه. ها فهمتي دابا بلا كيفاش دير، هادي هي الطريقة اللي كتشعل معاها. ولاحظوا معايا الناس اللي مربي الكالوبساج كتشوف ان الكالوبساج شي عاد الفريخ الاخر من رجليه. هانش شوفوا العلاقه يا اخوان، العلاقه مع الطيور. ها ما تقلقش ما تقلقش ما تزعل ما تزعل، هذا عنده هاد العيبه هادي راه طايحه هذوك شي عجب داك الشيء. هذا هو البلان اخويا، يعني كنصح اي واحد يربي طويرات يربي طويرات ياخذ الحاجه اللي كتعجبو. غير هو الكالوبساج راه 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 صراحه ولا في الكالوبساج التعامل ديالو ملي كيولف كتاب الكالوبساج. انت شوف معايا بحال هذا، هذا في الاول كنت صحاب نشيوا، يعني في الاول كنت صحاب نشيوا، ودابا على الصباح بارك شي غرب تيدير تيصفر صافي وعرا طلع ذكر. ها هو طلع 100% ذكر، هذا 100% ذكر. شوف دابا على بلانكي. وحاجه اخرى شي كالوبساج الخدمه ديالو ساهله، الخدمه ديالو ساهله، الخدمه ديالو ساهله. هادو راه صوفاج، ولكن راه كثرت ما كيشوفوني وكيولفوني غندريسين صحه. ها هانتي شوف هي باغا الماكله، خاصني نستغل هاد الفرصة. شوف معايا زيد اخويا باغي تشاكلي زيد، خاصك تطلعي فوق يدي. يا 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 المحاولة يا ها دابا هنا لاحظتوا معايا الطريقة كيفاش دايرة. ها يدي مابقاوش كيخافوا منها، هاي طلعت لك فوق يدك فهمتيني، هاي طلعت لك فوق يدك. إذا الأمور مزيان، إذا الأمور مزيان غنجيو شي واحد أصلا مشى مدريسي مهضروش عليك، هذا ما دخلش في الموضوع. هاد الكرجة فوق يدك غيبداو تشي كامل، غيبداو يجيو لك فوق يدك. ها زيد ها هانش غادي نجعل غادي نجعل هانش كيبداو يجيو لك فوق يدك. يلا بغيتي غاتجي فوق يدي. ها 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 فهمتوني دابا، فهمتوا الطريقة اللي كندير ولا ما فهمتوهاش؟ يعني هذه هي الطريقة الساهلة الساهلة. غادي نشد عاوتاني زريعة أخرى غنشوف الطير اللي باغي يزرع. هادشي كيجي عبر المراحل. زيد شكون اللي باغي؟ اللي باغي هو اللي غيجي. زيد زيد خاصو يجي يزعم، إلا زعم لي أنا فوق يدي راه داكشي علاش كنقلب. أنا هذا باقي عاكي العضة ديالو قاصحة، غادي نفر فيه. سير سير خاصني أنا اللي مازال ما ها براف. سير سير سير، ها لينا واحد اخر يجي عندنا عاوتاني. يا 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 شكون غيجي؟ ربما هي كتبقى تجي كاينين كيتشابوا، خاصو يجي. زيد باغي تشاكل؟ طلع فوق اليد، طلع فوق اليد. برافو برافو، هذه داخله في الدريساج الخوش، داخله في الدريساج. سير سير ضرب دور، هذه شي هي داخله في الدريساج. خاصو يجي يشوف هو يجي عند الماكل، يجي فوق يدي، ماشي تولي يدي كتخلعو، يدي ما خصهاش تشكل عليه خاطر. يلا زيد نشوف، زيد حاول 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 حاول. يلا
شوف زعم حيد الخوف، هو اللي خصو يحيد الخوف، هو اللي خصو يحيد الخوف. فهمتي دابا الطريقه اللي كندير؟ دابا هذا ملي دار هذه الطريقه الاخر شافها سير. احنا الا ما كناش مدرسي وكلاش غادي نعطوك المال. يلا محاوله. شكون اللي غيحاول؟ فهمت شنو دابا شنقول لك انا؟ زيد. يلا زيد.